إذن حلقة خاصة واستثنائية في نهار اليوم مستمعي الكرام، اليوم إن شاء الله لأول مرة في إذاعة مغربية، سعيد جدا باستقبال ضيفتنا نهار اليوم، هي نادين فهد عكوان الحاصل على لقب، أكيد أن الكل كيعرف هذا اللقب، هذا اللقب اللي الكل كيتسناه، لقب ملكة جمال العرب 2012. سعيد جدا بحضورك اليوم، نورتي استوديوهات إذاعة. مرسي، الله يخليك يا رب، شكرا على هالتقديم، صراحة فاجأتني، يعني أنت بتعرف معلومات أهلي يمكن ضروري. أهلا وسهلا، ضروري. كيف شنو كتعرفي على المغرب؟ بعرف أنه بلد كتير حلو أكيد، واللي بعرفه أكتر غير جماله، جمال شعبه، جمال أخلاق شعبه، تواضعه، وقديه بيحبوا الناس، وقديه بيحبوا الغريب. وبعرف إنه دائما أي حدا بيجي على المغرب لازم يفكر يا يجي يستقر يا يعمل بزنس، يعني لازم يعمل وصل إنه يضل يجي. لكن كنشكرك بزاف على واحد الميزه اخرى، كنشكرك لانك كتفهمي اللهجه المغربيه، لاكيد ان كتسمعي الاسم ديال البرنامج وكتسائلي شنو هو. والله هلا بدي اسالك شنو معناته. شرح ملاح هو يعني في الثقافه ديالنا الشعبيه مثال شعبي مغربي معروف. شرح ملاح يعني المعنى ديالو هو بصراحه بوضوح، احسن حاجه نقول كلمه صريحه، لانني نقول كلمه اللي نجاملك فيها او لا كلمه اللي تكون فيها اشياء غير مباشره، فهي كلمه بصراحه بوضوح بعيدا على. قول الاسم بقى تاني. شرح ملاح. شرح ملاح، شرح من تشريح. ايه شرح، اوكي، شرح شرح ايه. وملح يعني ملحة، ملح شرح ملح ملح وي شرح ملح خلاص شرح ملح شرح ملح. اول درس خديتيه اليوم ان شاء الله، واول كلمة ولا كلمات خديتيه ان شاء الله شرح ملح. اكيد انا اصلا مصرة ما رح امشي من المغرب قبل ما اتعلم احكي مغربي. نعلمك ان شاء الله، على الاقل غتاخدي بعض الكلمات ان شاء الله في حلقة ديال النهار اليوم ان شاء الله. اهلا وسهلا ان شاء الله. الاغنيه وجدت يعني لسه هي ما نزلت بس. نعم. انا ممكن غنيها، يعني غني لك مقطع هيك اكسكلوسيف. يا سلام يا سلام، حصريه اليوم ان شاء الله غادي نسمعوا. نادين ملكه جمال العرب غتغني اغنيه لايف بعيدا عن الالات الموسيقيه، بعيدا على مرحبا، شكرا، تفضلي. نفس الضحكه البريئه وشوش رسم الحقيقه شبه الملايكة تمام، ليهم أحلام بسيطة مش حتى على الخريطة، لا عايزين السلام. نفس الضحكة البريئة وشوش رسم الحقيقة شبه الملايكة تمام، أحلام بسيطة مش حتى على الخريطة، لا عايزين السلام. يا سلام. فارس أحلام المستقبلي ممكن تحدي العالم على قبله؟ يعني حسب مين العالم، يعني أكيد أهلي ماما وبابا أكيد لازم موافقتهم ورضاهم أول شيء، هي أهم شيء. العالم الباقيين أي بتحداهم أكيد. وبالنسبة لك قرب هذا الفارس ولا باقي؟ والله شكله كتير بعيد. واش المنصب ديال اليوم وكونك ملكة جمال العرب واش ممكن يبعده ولا يقربه؟ والله ما بعرف، حسب هو المنتاليتي تبعه، يعني بالأخير هو كل شيء اسمي ونصيب، بس أنا بالنسبة لي لقبي ما أثر على نظرتي للطرف الآخر، يعني ما أثر على نظرتي للرجل. بعض الصفات اللي كنت أتمناها قبل بعدها هي نفسها اللي بتمناها حاليا. ما كبرت شوية؟ لا لا ما كبرت، لا ليه لا تكبر، يعني أصلا هي من الأول كبيرة، ما عاد ما في تكبر أكتر من هيك. شنو هي هالصفات؟ يعني أنا أهم شيء عندي إنه يكون رجال بمعنى الكلمة، يعني بيحمل كل صفات الرجولة من شهامة وصدق وكرم، وإنه يكون إنسان بيتحمل المسؤولية، ويعني يكون بيفهمني، أهم شيء التفاهم يعني. وهي معنا اللحظة ماما نادين ماما ملكة جمال العرب. سمر أهلا وسهلا. اهلا فيك، اهلا وسهلا فيك، تسلم. انا استثناء أن غادي نحاول نتكلم معك باللهجه سورية او الكويتيه، ما عرفتش انا وحده او اللبنانيه، انا كيتغلطوا ليا او المصريه حتى تفهميني اكثر، لانك استثناء اليوم قبلتي انك تكوني اليوم تقولي كلمات في حق نادين، وحنا عارفين بلي ماشي سهل يعني باش تكوني حاضره معنا ولو بالهاتف، لكن حنا كنشكروك لتلبيه الدعوه وشكرا على قبول الطلب.
تسلم، انا اكيد بيسعدني اني لبي دعوتكم وبتشرف اني احكي معكم اكيد. اهلا وسهلا، شلونك، شحوالك، شخبارك؟ الحمد لله. شلونك؟ شلونك؟ كويس. هلا كيفك؟ كيف الصحة؟ شو أخبارك هيك سوري؟ اهلا وسهلا. اهلا فيك، تسلم ميرسي. فاليوم بغينا نكتشفوا أشياء ربما ما كيعرفوهاش الجمهور ديال نادين والمستمعين الكرام في حلقة ديال نهار اليوم. عرفنا الجمال الداخلي، عرفنا بعض الصفات، لكن صفات ما ممكن تظهر إلا داخل المنزل، داخل البيت. ماما بلا فضايح، بلا فضايح. شنو هي الصفات؟ نحن على الهواء على فكرة، وما في مجال يعني للمونتاج. أكيد الحمد لله، يعني نادين كتير كتير فيها ميزات وميزات جوهرية غير الشكل، وأكيد اللي بيحتك فيها بيعرفها يعني. بس أنا بدي أحكي عن شغلي، يمكن أنا أكثر الناس يعني بعيني منها، هاي مش ميزي أنا بعتبر عيب، إنه نادين دايما بتحمل الأشياء أكبر من حجمها. يعني مثلا أي موضوع كتير بتوقف عنده وكتير بتفكر فيه وكتير بيشغلها، ممكن ما تنام الليل حتى لو كان موضوع بسيط. يعني حتى من بين الشغلات اللي كتير كتير أنا كنت عانيت فيها، مع إنه كانت لما كانت تدرس ماجستير كانت تدرس كأنها عم تدرس للثانوية العامة، يعني ما تنام الليل وتتوتر وتتضايق، مع إنه كل الناس لما بحضروا للماجستير بيكونوا عم يشتغلوا، هي خلص بتاخد بريك وبتتفرغ خلص، يعني كل مجهودة بتحطه بالهدف اللي هي بدها اياه، ما فيها تجمع الشغلتين بوقت واحد. بس حرام عليك، هلا انا عم بجمع مليون شغلي. لا غالبا بس عم تركزي على ملكة الجمال، كله تركتي الدليل انك تركي شركتك وبس ننتبه لموضوع الجمال يعني والاهتمام باللقب اللي انت اخذتيه. نعم، اكثر حاجه دائما الام تعاتب يعني الابناء ديالها على بعض الاشياء اللي دائما يعني دائما كيبغيو يشوفوهم في ابها حله، يبغيو يشوفوهم بعلي دائما يعني شخصيه هرائيه في المجتمع. فاكثر حاجه كتعاتبي عليها نادين في يعني داخل البيت، داخل البيت ولا انه بشكلي ولا داخل البيت؟ داخل البيت، داخل البيت. انا فوضويه داخل البيت. مالك بلا فضايح. انا لسه فوضويه بمعنى اشنو؟ بمعنى يعني اتكاليه لا، امور الشخصيه، امور دراستها وامور شغلها الخاص فيها اكيد كثير، مثل ما قلت لك كثير بتتركز فيه. بس فوضويه بغرفتها، يعني اللي بفوت على غرفتها بيلاقي عندها جوا معارك، يعني حرب. قاسم مشترك بيني وبينها. هذا قاسم مشترك بيني وبين نادين. ما بعرف، لازم كل دليل، هاي دليل على شخص، دليل العبقريه على فكره، لانه ممكن استاذ زهير كمان خلص. يمكن بتعتبرها شغلات بسيطة ما لازم تاخد من وقتكم، اهتماماتكم أكبر من هيك يمكن. صحيح صحيح. فما احنا ما عدناش الوقت يعني اللي باش نفكروا أننا نرتبوا الأشياء ديالنا والملابس ديالنا والحوايج ديالنا. والمبدع دائما ربما ما منظمش يعني في أموره، منظم في أفكاره، منظم في اشتغاله. ودير الشخصية اللي حاضرة معنا اليوم ملكة جمال العرب سفيرة، ولكن ما منظمش داخل غرفة المنزل يعني مينيموم يكون عندي عيب مينيموم يعني. فغادي نخليو نادين أن تقول لك كلمة، نادين تقول الأم ديالها كلمة بمناسبة عيد الأم. شنو ممكن تقولها؟ وغنخليو تماماك تي تقول لك شي حاجة في الحلقة ديال اليوم. بقول لك ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة. يا سلام، غادي نسمعوك اليوم. المجتمع المغربي والمغاربة معروفين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دائما فاش كيشوف شي فرح وكيشوف يعني شي أشياء اللي هي جميلة كنصليو على النبي بالطريقة المغربية. غادي نسمعوها ليك. مستمعي الكرام، ورجعنا للضيفة ديالنا المشرفة اليوم ملكة جمال العرب 2012 نادين فهد عكوان.